تخيل معايا هاد خونا غادي يكون غادي طوموبيلته هو الصحراء، فواحد اللحظه غادي تهرس ليه الشاص اللي شاد الرويده، وهو ما عنده لا تليفون لا حتى وسيله باش يعتق راسو، وغادي يقدر يرد من الطوموبيله عنده موتور باش يصوفي راسو. قصه ما يمكنش تخيلها، وقعات في الصحراء ديال اقليم طنطان. الناس اللي تولهوك اللي في الخارج اللي خارجين من هاد القاره، فاش كيشدوا التقاعد الكادر عندهم كيبقى شويه في ميدار، وفي حاله الكادر خانته العامل ديال الرطوبه جيوبهم ما كيخونهم حد، كيبقى فيهم ميدار التقاعد كيخول لهم انهم يشروا واحد الطوموبيل ويكتشفوا بهذا العالم. هذا اللي غنهضروا عليه اليوم، غادي يكون سميتو ايميل لي راي. هاد القوري كان كيخدم ميكانيك في واحد الشركه في فرنسا، ميكانيك ديال الطوموبيلات، كيريباري الا جات شي وحده خاسره ولا مولاها بغى يدير فيها شي موديفيكاسيون. كان حريفي وشارب الحرفه مزيان، فاش كمل السن القانوني اللي عنده في الخدمه بروبوزاو عليه الشركه اللي كان خدام معاها باش يبقى خدام معاها، وليني هو كيفضل صافي شي ريح يتسرح ويعيش حياتو في داك العمر اللي بقى ليه. داكشي علاش رفض يكمل معاهم واخا عرضوا عليه فلوس كثيره. من بعد ما جلس دارو قلت ما يدير وموكا موجوده، هو يقول مع راسو خاصني ندير شي جوله نمشي لدول اخرين نكتشف ثقافات اخرين، ويهز واحد الخريطه كانت عنده وهي تبان ليه في المغرب، لانه كان عنده شي صحابو خدامين معاه في ديك الشركه اللي كان فيها كيعاودوا ليه على جمال ديال المغرب وخصوصا البلايص ديال الصحراء والجبال. داكشي علاش قرر بلي الوجهه غادي تكون في المغرب، جمع البارطاج ديالو الحوايج اللي غادي يتخصصو شويه ديال الماتيريال بحال المطرقه طونوفيس كلامونيت منشار، وما يزيدوا على ذلك لانه غادي يسافر غير بالطوموبيل هي اللي غادي يدور بها ويكتشف بها دوك المناطق. هاد ايميل ولا القوري كانت كتعجبو الطوموبيل ديال السيتروين دو سي في، وهي اللي غادي ينوي يجي بها وهي اللي غادي يشد بها الطريق من فرنسا حتى للمغرب معلم. مهم من بعد شي ايام باش خذ القرار وصل النهار المعلوم اللي كان ناوي يدير فيه الديبار، ركب على السفاره ديالو وبدا من فرنسا وهو جاي كياكل في الشانطي توصل لاسبانيا. من تما قرر انه يركب في الباطو باش يهز مع الطوموبيل اللي عنده ويوصل المغرب باش يبدا الرحله ديالو اللي كان داير في خياله اللي ما غاديش تطلع كما كان ضارب ليه الحساب. الباطو حطه في طنجه، داز عند الناس المكلفين بالتفتيش ديال الوثائق، قادو مع الوراقي ديالو ديال الطوموبيل. بمجرد ما دخل الايميل المغرب جات واحد الرغبه غريبه باش يكتشف شي بلايص جداد من غير المدن، يطلع الجبال يقلب على الغلغوله فين كاينه كيتامه راه عندنا العالميه، هو باغي يدوقها. وايميل هو كيدور في المغرب غادي يتلاقى مع واحد الشاب مغربي سميتو احمد كيتقول اللغه الفرنسيه، بدا الاخذ والعطاء بيناتهم. ايميل بغى يعرف بلايص اللي زوينين في المغرب فين كاينين، تقدر احمد قال لي ودي راه خاصك تعرف انت الوجهه اللي باغي تمشي ليها، اما الجمال راه كاين غير في الجبال يا في الصحراء ديال طنطا. ايميل قال لك دير احمد نو 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 كتامه. احمد قال لي انت هكا، قال لي لا ما كنعرفهاش، كنعرف شي حاجه على هاد البلاصه. ايميل فهم باللي احمد ما بغاش يوريه ديك البلاصه، عاد ما غادي يزيد هو يبغي يمشي ليها ويكتشف الخلخوله اللي فيها، جاي عطشان وباغي يروى منا. المهم اللي تفرق مع احمد بقى لي جبد الخريطه ديالو وغادي يقرر يمشي راسو لديك البلاصه، وداكشي اللي دار بدات الرحله ديالو من تما البلاصه اللي كيزرعوا فيها ديك النبته. غادي وشاد الخلع، كانوا كاتبين عليه شي وحدين في كان ساكن قالوا لي بلي ديك البلاصه كيكونوا فيها شي وحدين كيقطعوا الطريق وبالاخص اللي كان اجنبي يقدروا يختطفوا كاع، وهو هاد الحاجه هي اللي خلاتو يدير هاد المغامره. قال مع راسو انا عشت بزاف وما عشت والو، واي حاجه فيها المخاطر غادي نغامر باش نوصل ليها ونكتشف اش فيها باش نعرف داكشي اللي كيقولوا عليها واش بصح ولا غير كدو. وليني ملي وصل دوك المناطق غادي اكتشف بلي دوك الناس ناس طيبين وعجباتهم الثقافه ديالهم وتعاملوا معاه مزيان، سكنوا عندهم كاع وراو كيفاش كتفض وكيفاش كتزرع، وقالوا لي علاش كيزرعوها علاش ما كيزرعوش نبته اخرى. المهم مشى من عندهم هو مقتنع وعاجبو الحال وهاني البال، وفكر باش يكمل الرحله ديال غير فين ما عرفش، ويتفكر واحد الجمله كان قالي لي احمد فاش كان كيدي ويجي معاه في الهضره، قال لي راه بلي كاينه واحد المدينه زوينه في الصحراء سميتها طنطان، ويقرر يقلب الرويده الطوموبيل عنده ويقصد ديك المدينه. غير هي اللي مكانش عارف بلي الصحراء راه ماشي هما الجبال، في الجبال تقدر تلقى شي وحدين يعاونوك لا طرات لك شي حاجه، اما الصحاري راه الخلا وما خلا
يعني كتكون واحد المسافه كتير خاويه وما كاينينش فيها الناس. ويني معاه من توي ديمارا ايميل طوموبيل او تاني وفي الطريق. الطوموبيل كانت في ديك القيسه ديالها كاينه طوموبيل حيه ماشي ديال الصحاري. ويني كانوا كيقولوا عليها لا مشيت بشويه شت الطريق فيها. كمل الطريق من كتما حتى لطنطا ما كاينش اللي يسولو فين غادي. وفيما وصل كيلقى احسن ترحيب. ارى ليا فاش وصل اقليم طنطا غادي يوقفوا الدرك الملكي. السلام عليكم. عليكم السلام. فين غادي؟ غادي يقول لي ايميل باللي كيدير جوله في المغرب. ايميل كان كيظن ان داك التفتيش ديال الوثائق والاسئله اللي كيسولو عاديين. وليني كيتفاجئ باللي غادي منعوه باش ما يكملش الطريق ديالو في المسار اللي كان داير هو في البروغرام ديالو. قالوا لي باللي راه ما يمكنش ليك تكمل في ديك الطريق لاسباب امنيه. ايميل بدا كيستفسر كيفاش هاد الاسباب امنيه، بغى يفهم وما يشرحوا لي. قالوا لي الناس ديال الدرك اودي باللي الطريق اللي انت غادي فيها راه ما امنش مزيان، راه كيكونوا فيها واحد الشفاره كيقولوا لي البوليزاريو راه يقدروا يتلقاو ليك يشفروا ولا يقدروا يختطفوا كاع. ايميل ما تقبلش الفكره ان المغامره ديالو صافي غير يسالي هنا. قرر يكمل. اش غادي يدير؟ غادي يوهم الناس ديال الدرك باللي صافي غادي يرجع بحالته من الوجه اللي جا منا. وفعلا رجع واحد 10 كيلومتر من بعد غادي يدخل من واحد الطريق بيس باش يحاول يدوز مدارك على الناس ديال الدرك ويكمل الطريق ديالو. غير هي خرق مزيان ودخل كيلومترات كثيره والحال بدا كيظلم. واحد اللحظه كتسمع الرويضه ديال الطوموبيل دير طرك 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 ضربها سمع حجره وتقسم لها واحد الحاجه اللي كتشد الرويضه. المهم الرويضه ترسل ديك الليله غادي تلف به غادي يبات في الخلا والطوموبيل مابقاش غادي تزيد. وقفات نعس ديك الليله حتى الصباح. قرر يشوف المشكل ديالها حتى الغد لي عادي كونترولها مزيان. الغد لي فاش كونترولها كيبان لي ما كاين ما يتصيف الطوموبيل عايش شد على رجليه ولا يشوف شي حل لراسو. الفكره ديال يمشي على رجليه استبعدها لانه هو عارف باللي ما يقدرش يضرب واحد 50 كيلومتر على رجليه ولا كثر كاع في ديك الفيافي. يقدر يتلقاو ليه شي وحدين يصفوا لي ولا عال عطاش مع الطريق يسالي لي مع حياته. بيطيح لي واحد الفكره، فكره مستحيله. قال الطوموبيله كتمشي باربعه ديال الروي ولا خسرت وحده وبقاو ثلاثه يعني ما غاديش تزيد. قال الارا نخليهم غير جوج ونردها بحال الموطور. فكره غريبه وليني كان عارف باللي الا ما نجحاش لي عيودع. جبد داك المنشار والكلومونيط اللي كانوا عندو وبدا كيحل في الطوموبيل. هز الفوق ديالها الكابو خلى غير الشاصي ويقطعو من البلاصه ديال الموطور. ديك الخبره اللي كانت عنده في الميكانيك قدر ينقص البياس من بلايص اخرين ويقاد الرويضه القداميه ولصقها مع القيدون. والرويضه اللورانيه دارها تحت البلاصه اللي كتكون فيها الروتاسيون باش الموتور يتحرك. وفعلا نجحات لي ديك العمليه وقدر يعشق راسو بموت. فاش رجع للشانتي تلاقى مع الناس ديال الدرك قدروا يعاونوه ولين يحجزوا لي على الموتور بحجه ان ديك العربه ماشي هي اللي كاينه في الوراقي. من بعد ما شرح لهم الواقعه ديالو وكيفاش قدر يعشق راسو ردوا لي داك الموتور اللي صايب وقدر يديه معاه لبلادو ودار ديك القصه ديالو بوم. وفاش عرفات واحد الشريك القصه ديالو شرات من عنده داك الموتور اللي عطاته فلوس كثيره وبديك الفلوس قدرات تغنيه وتبدل ليه حياته. وسبب عقبه صغيره جات في حياته الله قدر يجازيه فلوس كثيره. باش تعرفوا الحياه شي مرات تقدر طيحك بزاف ديال المصائب وليني ربي كيدير غير اللي فيها الخير. الله يدير شي تاويل ديال الخير لاي واحد لاي واحد مأزم سواء خدام ولا ما خدام. ربي راه كبير. دابا تفاجأ ان شاء الله راينا مع العسر يسر. هنا يا الخوت كتسالي حلقه ديال اضنا نتمنى تكون عجباتكم. الله يسهل ليكم الخوت.